الحقيقة أيها الأحبة، كثير من الناس يتساءل عن عدم قدرته على التوبة. هو يعلم أن هذه المعصية خطأ جسيم، ويعلم أنها تغضب الله، ويعلم أن الله يرى، ويعلم أن العقوبة قد تكون في الدنيا قبل الآخرة. على الرغم من ذلك لا يستطيع أن يتوب ويندم ويقلع عن هذه المعصية. لماذا؟ الحقيقة القضية أخي الحبيب يجب أن نحللها ببساطة. التوبة أخي الحبيب، ما هي التوبة؟ التوبة مثل نبتة تحتاج إلى بيئة، تحتاج إلى ماء، إلى تربة صالحة. طب أنت أخذت بذرة ووضعتها في صحراء، في رمال جافة، لا ماء، درجة حرارة عالية، كيف تنبت؟ التوبة كذلك تحتاج إلى البيئة الصالحة. ما هي بيئة التوبة المناسبة؟ أول شيء يجب أن أحدث التغيير في داخلي أنا قبل أن أنظر للخارج، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يغير حال هؤلاء القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ من الداخل، من داخلك أنت. يجب أن يكون عندك نية التوبة، النية موجودة. هذا أول شروط التوبة، أن يكون لديك نية للتوبة. الشيء الثاني، يجب أن تشعر بمراقبة الله لك، لأن كثير ممن لا يستطيع أن يتوب فقد هذه الناحية المهمة جدا، أن تشعر أن الله يراك دائما في نومك، في يقظتك، في معصيتك. ويجب أن تعلم أن أي معصية وراءها الشيطان يترصد بك ويمنعك من التوبة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. السلاح القوي جدا الذي تطرد به الشيطان هو ذكر الله، لأن الشيطان أكثر ما يكره ذكر الله سبحانه وتعالى. القرآن هو ذكر الله، اقرأ القرآن، ادعو الله، قل سبحان الله، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. تواصل مع الله، اقطع علاقتك مع الشيطان. هذه كلها ظروف تهيئ لك التوبة، وإلا يعني الإنسان عندما يظن أن التوبة مجرد كلمة هو مخطئ. التوبة كما قلت لك تحتاج إلى ظروف مناسبة لتتوب. أحيانا لديك صديق سيء، يدخن، يشاهد أفلام إباحية، قد يشرب الخمر أو المخدرات، يشغلك عن ذكر الله. طيب ما دمت متمسك بهذا الإنسان كيف ستتوب؟ يجب أن تحقق أسباب التوبة. من أسباب التوبة أن تبحث عن الصديق الصالح، وأفضل صديق لك هو القرآن. صدقني في هذا العصر ربما نادرا، ويجب أن تكون محظوظا حتى توفق بواحد أو اثنان أو ثلاثة من الناس الصالحين الذين يحرصون عليك، يدلوك على الخير، يريدون لك الخير. فإذا لم تجد فعليك بكلام الله سبحانه وتعالى، هو خير جليس وخير مؤنس وخير صديق لك القرآن العظيم. القرآن لا يمكن أن يدلك إلا على الخير، والقرآن يمنع عنك شر الشيطان، لأن الشيطان يهرب من القرآن. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الشيطان يفر من الأذان، الشيطان يفر من ذكر الله. ولكن بشرط أن تستحضر عظمة الله وأنت تذكره، لا أن تذكر الله تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعقلك وقلبك في مكان آخر مع الدنيا. لا يا أخي. إذن هنا أخي الحبيب، التوبة هي عمل، ليست مجرد كلمة. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هناك مراحل تبدأ إذن بالنية،
أن تنوي التوبة، وبخاصة قبل النوم، كل يوم قبل أن تنام هذه الدقائق القليلة قبل النوم مهمة أن تتوب إلى الله، أن تعاهد الله ألا تعصيه أبدا، وأن تتوب إليه وتقول: يا رب أعني على الوفاء بعهدي معك، أعني على التوبة، يسر لي هذه التوبة النصوحة. والله يناديك ويقول لك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هو يريدك أن تتوب، هو يحبك، هو حرم عليك هذه المعصية لأنها تضرك. يعني الأب عندما يرى ابنه يسير في طريق خطأ فيحاول أن ينصحه وأن يدله على الخير، يقول: يا بني لا تفعل كذا، لا تصاحب هذا الإنسان السيء، تعال إلى ذكر الله، تعال إلى الصلاة، تعال إلى العمل الصالح. فهذا أب رؤوف حنون بابنه يريد له الخير، طيب كيف بالله الذي هو أرحم الراحمين؟ فيجب أن تعلم أول شيء أن الله يدعوك ليغفر لك، يدعوك لتتوب. وقال ربكم ادعوني، هو الذي يقول لك، هو يقول لك ادعوني أستجب لكم. انظر قمة الرحمة، قمة الرأفة بعباده سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، أنت إذا أردت أن تتوب كما قلت لك، فتش عن الأسباب التي تمنعك من التوبة. ما هي؟ أول سبب النية، يجب أن تكون نية التوبة دائما عندك، وبخاصة كما قلت لك قبل النوم، وقت الاستيقاظ عندما تبدأ يومك، حتى وأنت تعصي الله إذا أرغمت على المعصية وأطغاك الشيطان، يجب أن تنوي أن تتوب إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني هم بالمعصية لم يعصي الله، مجرد طائف، تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكر الله، احرص أن تقرأ القرآن كل يوم، أن تستمع لسورة البقرة التي تطرد الشيطان من البيت، أن تبتعد عن الصديق السيء، أن تخلق من حولك البيئة المناسبة للتوبة، أن تعلم أن الله قريب منك. يعني تخيل وأنت تعصي الله، إذا اكتشفت وجود كاميرا مثلا تصورك في هذه المعصية، تخاف وتحاول أن تترك المعصية وتحاول أن تفعل أي شيء لكي لا يراك أحد. طيب أنت جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك، لا تبالي. يعني الله ينظر إليك ولا تبالي، ولكن تبالي وتخاف إذا رآك ولو طفل صغير. إذن هنا أخي الحبيب، تقرب من الله، أدعو الله عز وجل، استغفر الله وتب إليه 100 مرة كل يوم، ولا تنسى أن تحافظ على ذكر الله وعلى الصلاة وقراءة القرآن لتطرد هذا الشيطان من البيت. والله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوحة، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.